من اوله لاخره كل حضرتك وكل المراسلين المتواجدين في كل مقرات النادي الاهلي اللي كانت النهارده، وكنا مع حضراتكم من الصبح لغايه دلوقتي، نقلنا لحضراتكم اشياء كثيره جدا جدا، فانا بشكرك وبشكر كل المتواجدين في حلقه اليوم من النهارده من الساعه 1. كنا دايما مع حضراتكم لغايه تقريبا هنخش داخلين اهو في الساعه داخلين في الساعه 11، فبالتالي حضراتكم تستحقوا كجمهور للنادي الاهلي ان تكون مثل هذه التغطيات موجوده في قناه النادي الاهلي. دكتور احمد، برضو عايزين نتكلم عن اهم الارقام اللي حضرتك رصدتها في مباراه اليوم. طبعا في البدايه الحمد لله على كل شيء، لسه الدوري طويل، لسه في 11 مباراه متبقيه سواء للاهلي او للزمالك، 11 مباراه يعني 33 نقطه، لسه في مواجهه ثانيه قدام نادي الزمالك، لسه في مباراه قدام بيراميدز، يمكن هنعرض المباريات المتبقيه، هنلاقي ان لسه الدوري طويل، ولكن طبعا مش هنقدر نلوم لا المدربين ولا اللعيبه بارضيه الملعب الموجوده. يمكن احنا شفنا مباراه الهلال والنصر امبارح في الدوري السعودي، الديربي السعودي، حاجه يعني جمهور حاضر، ارضيه الملعب ممتازه، النهارده شايفين ارضيه الملعب عامله ازاي، النهارده ما اقدرش الوم مدرب. ده الملعب بتاع النهارده، تمام، ما نقدرش نلوم مدربين على تكتيك او كده. الماتش كله النهارده قلب صراع بدني وتمرير طولي والتحامات هوائيه، فيعني يمكن انا بس مش متفق شويه مع لسارتي في التغييرات في الشوط الثاني، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ما اتفقش معاها فيها. يمكن انا وجهه نظري الشوط الثاني وسط الملعب اتاخد من نادي الزمالك، اخده من نادي الاهلي في الشوط الثاني، فكان الافضل يعني اول تغييره كان لازم يدفع بيه احمد فتحي كارتكاز من وجهه نظري، يعني احمد فتحي كان لازم، لان انت محتاج وسط الملعب فيه صراعات بدنيه، يعني واضح قوي ان الشوط الثاني اتاخد منك وسط الملعب، فكان لازم تكون اول تغيير احمد فتحي سواء على حساب حسام عاشور اللي قل بدنيا او على حساب ناصر ماهر برضو اللي المباراه ديت مش بتاعته، عايزه محتاج حد يكون قوي بدنيا اقوى من ناصر طبعا عشان المباراه قلبت صراعات بدنيه. فوجهه نظري ده يمكن الاختلاف الوحيد شويه في التغييرات مع لاسارتي، لكن بصفه عامه ما نقدرش طبعا نلوم سواء مدرب او لعيبه في ملعب بالشكل ده للامانه. يعني بالنسبه بقى للعيبه، تقييم اللاعبين من وجهه نظري طبعا ايمن اشرف احسن لاعب في النادي الاهلي النهارده، ايمن يمكن من افضل المدافعين في النادي الاهلي في الفتره الاخيره للامانه، تحضير هجمه بقدمه اليسرى بيديك دايما عمليه الاستحواذ سواء لا. تمرير قصير تمرير طويل، هو ده فعلا اهم ما يميز ايمن اشرف، ان هو حتى لما بيقطع الكره بيقطعها بشكل حلو وبيباصي بيفكر بالعقل بالزبط. المدافع اللي بيلعب بعقله ده مدافع تحترمه، معدل التاكلينج بتاعه مميز قوي، يمكن لو عرضنا حتى ارقامه هنلاقي ايمن اشرف يمكن تاني لاعب 90 دقيقه، تاني اكتر لاعب عمل تمريرات في المباراه كلها بعد حسام عاشور، اكتر لاعب قاطع كرات من النادي الاهلي ايمن اشرف قاطع الكره 19 مره، اكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح مع محمد هاني، الاثنين عاملين 3 تاكلينج صحيح. ايمن اشرف في حته لما بنتكلم في بناء الهجمه تاني اكتر لاعب عامل لونج باص، عامل تمرير طولي، عامل 10 بعد عمرو السوليه، بنسبه دقه تمريرات وصلت ل 50%، يعني نص التمريرات الطوليه بتاعت ايمن اشرف صحيحه. عدد التمريرات القصيره الصحيحه بتاعته 45، التمرير الخاطئ بتاعه القصير واحد بس، يعني نسبه عاليه جدا، كورته حلوه، فاز بثلاث التحامات هوائيه، ارتكب فاول واحد. ايمن اشرف بصراحه مقاتل، عنده حته الروح، عنده الشخصيه، عنده بناء الهجمه، عنده التاكلينج الصحيح، مساك بصراحه مكسب كبير. انا بشوف ان ايمن اشرف لما بيلعب في المساك افضل لما بيلعب كمان باك ليفت من وجهه نظري يعني. وبالتالي هو اختيار ايمن اشرف كافضل لاعب في الفريق هذه المباراه اختيار جيد. اه طبعا بالارقام، يعني هو اكتر واحد قطع كوره، ثاني واحد عامل تمرير طولي، كان يعني بصراحه قدم مباراه كبيره جدا يعني ايمن اشرف. ثاني واحد يمكن عمرو السوليه، عمرو السوليه قدم مباراه، يمكن حسام عاشور جنبه قل بدنيا شويه الشوط الثاني، عمرو السوليه قام بوسط الملعب كله للامانه. عمرو السوليه يمكن لو عرضنا برده ارقامه هنلاقيه ان هو لعب 90 دقيقه، اكتر لاعب في الفريق عامل لونج باص، عامل 11 تمرير طولي، يمكن الثاني كان ايمن اشرف بنسبه دقه واصله ل 36%. عمرو السوليه ثاني اكتر لعيب قطع الكوره بعد ايمن اشرف، ايمن اشرف كان 19، عمرو السوليه 16. نيجي بقى للدور الهجومي، يعني الدور الدفاعي ده بتاع ايه عمرو السوليه، الدور الهجومي تاني اكتر لاعب صانع فرص 2 بعد ناصر ماهر، رغم ان ناصر ماهر بدنيا ما كانش قوي قوي لان هو صانع 3 فرص، عمرو السوليه صانع فرصتين. عمرو السوليه اللعيب الوحيد في النادي الاهلي اللي راح على الجون عمل محاولتين اون تارجت، يعني محاولتين بين الثلاث خشبات، الشوط الاولاني الاثنين بنسبه دقه 100%، الاثنين اون تارجت، دقه تمريراته القصيره 94%،
ارتكب خطأين وحصل على خطأ. إذا عمرو السولية قدم مباراة برضو كويسة جدا، يمكن يجي تاني أعلى تقييم بعد أيمن أشرف. معهم برضو محمد هاني، محمد هاني قدم مباراة كبيرة، يمكن هو أكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح عامل ثلاثة، أكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة محمد هاني ورمضان صبحي. أكتر من عبد الله جمعة تاكلينج؟ بالنسبة لعيبة النادي الأهلي. بالنسبة لعيبة النادي الأهلي. يعني أكتر لاعب بالنسبة للنادي الأهلي محمد هاني وأيمن أشرف في التاكلينج. بالنسبة للمراوغات الناجحة محمد هاني ورمضان صبحي في النادي الأهلي عاملين 4 مراوغات ناجحة. برضو نيجي للشناوي، يمكن الشناوي تعرض لاختبارات كتير برضو النهاردة في بعض الحاجات كده هنتكلم عليها. لو بصينا على أرقام الشناوي هنلاقي إن الشناوي لعب 90 دقيقة طبعًا. الخروج من مرمى عشان يبعد هجمة عشان يبعد انفراد، خرج بشكل صحيح 7 مرات، خرج في واحدة بس بشكل خاطئ. بالنسبة للتسديدات تصدى 4 تسديدات من 4 بنسبة نجاح 100%. بالنسبة للعرضيات الشناوي خرج في واحدة صح وواحدة غلط، يبقى نسبة نجاحه في العرضيات 50%. نسبة بناء الهجمة عند الشناوي كانت 16، على فكرة عدد قليل بالنسبة للتمريرات الطولية، كان الحراس طبعا بتعمل أكتر من كده، 25%، والتمريرات القصيره 4. فالشناوي برضو قدم مباراه كويسه، يمكن هو عنده بس خرج في واحده على الكره العرضيه بشكل خاطئ واحده، وعنده خروج خاطئ من المرمى لابعاد هجمه ده برضو واحده. اذا الشناوي برضو يستحق، يعني رغم ان هو خرج في بعض الكرات بشكل خاطئ بالذات على الكره العرضيه، الا ان هو برضو قدم مباراه راحت له كور كتير فقدم مباراه كويسه. برضو رمضان واجايه، يعني انا ما اقدرش اقول بصراحه يعني من الارقام السلبيه لعبت الاهلي ان ولا واحد في الرباعي الامامي او اللي حتى اللي نزل ان هم قدموا اداء كويس او اداء مميز. ما ينفعش ليه؟ لان ما فيش ولا واحد فيهم عمل محاوله على المرمى صحيحه، لا اجايه ولا رمضان صبحي ولا ناصر ماهر ولا مروان محسن ولا حتى جرالدو ولا ازار ولا صلاح جمعه، يعني الستة الهجوميين اللي نزلوا ولا واحد فيهم راح عمل محاوله صحيحه على المرمى. فما اقدرش ان هو يمكن قد طبعا نتيجه سوء ارضيه الملعب يعني، ولكن رمضان بشكل عام يعتبر قدم مباراه كويسه جدا، يمكن هو عمل 4 مراوغات ناجحه. كمان يمكن قطع الكره 6. من الارقام برده المميزه الاجايين ان هو قطع الكره 13 مره، قام بدور دفاع كويس جدا. من الارقام بقى السلبيه شويه برضو معلول، يمكن معلول دايما بنقول ارقامه المميزه على طول، النهارده معلول للامانه زيزو عمل معاه جيم دفاعي مميز جدا. مظبوط. من جروس بصراحه مظبوط. ما شفناش معلول النهارده يمكن عمل عرضيه واحده بس صح من 6. معلول حتى قطع الكره 3 مرات بس، محاول على المرمى مره، يمكن ارقام معلول قلت بشكل كبير، وده ياكد نجاح جروس في ايقاف معلول بالدفع بزيزو تحديدا. زيزو مميز قوي بالدور الدفاعي ولاعيب تكتيكي، يمكن كان من افضل لاعبي نادي الزمالك زيزو وعبد الله جمعه. مظبوط. وبعديهم محمد عبد الغني، بصراحه الثلاثه دول افضل 3 لعيبه في نادي الزمالك. برضو بعد كده نيجي لمروان محسن. مروان محسن يمكن عشان تقول المهاجم قدم ماتش كبير، يمكن هو ما سجلش، ما راحش على الجون برضو محاولات صحيحه كتير، فاز بست التحامات هوائيه، يمكن ده الدور الوحيد بس لمروان النهارده. ده بالنسبه للارقام بتاعت يمكن لعيبه الاهلي. برضه حسام عاشور عنده، عشان ما نظلموش، قلنا ان هو اقل بدنيا من الشوط الثاني لان هو عنده رقم مميز. حسام عاشور اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل تمريرات. عامل تمريرات؟ عامل تمريرات، عامل 62 تمريره صحيحه قصيره وثلاث تمريرات طوليه. فده رقم برضه مميز. دايما هو حسام عاشور ميزته في التمريرات القصيره، بيديك عمليه الاستحواذ، لكن هو للامانه في الشوط الثاني بدنيا تحس ان هو نزل سنه، فكان محتاج، انا كنت وجهه نظري ان احمد فتحي ينزل بجانب عمرو السوليه كانت هتديك يعني اكتر قوه بدنيا، خاصه في ان الماتش قلب ايه؟ قلب صراع بدني، وخاصه كمان ان الشوط الثاني اتسرق مننا وسط الملعب. انا الحقيقه برضو عايز اكرر في هذا الموضوع لانه مهم جدا، ان كل الاحصائيات دي اللي اثر فيها بشكل او باخر ارضيه الملعب. طبعا. يعني لو ما كانتش ارضيه الملعب اعتقد ان كان هيبقى طبعا الموضوع مختلف تمام. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا شفنا امبارح مباراه في الدوري السعودي الديربي بين النصر والهلال، حاجه متعه، وكمان الجماهير، يعني انت عشان تحكم على مباراه لازم يكون فيها جماهير اكتر من كده، خاصه ان احنا داخلين على تنظيم كاس امم بعد 3 شهور. فدي حاجه مهمه جدا. معانا برضو بعد كده حاجه مهمه قوي اللي هي المباريات المتبقيه اللي عايزين نقوله للناس، المباريات المتبقيه للاهلي والمباريات المتبقيه للزمالك، لسه في 11 مباراه ولسه والفرق نقطتين، ولسه في مباريات صعبه جايه، لسه الاهلي لا قدر الله ممكن يتعادل، نادي الزمالك ممكن يتعادل، ممكن يحصل هزيمه، لسه الدوري طويل قوي، والدوري مش هيخلص دلوقتي، بعد المباراه النهارده واضح ان الدوري هينتهي مع اخر اسبوع او اخر اسبوعين. يمكن لو عرضنا المباريات المتبقيه للنادي الاهلي هنلاقي النادي الاهلي عنده، طبعا النادي الاهلي لعب 23 ماتش. متبقي ليه 11 مباراه، عنده 52 نقطه. نادي الزمالك لعب 23
متبقي ليه 11 عنده 54 نقطة. يعني الفرق ايه؟ نقطتين. طب النادي الاهلي متبقي له ايه اللي هو اللي على اليمين؟ متبقي له الزمالك، بيراميدز، الاسماعيلي. مش بالترتيب طبعا، مش بالترتيب. يعني مباراة الاتحاد السكندري مش بالترتيب، ولكن المباريات المتبقية بصفة عامة: الزمالك، بيراميدز، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، المقاولين، الجيش، الجيش، سموحة، مصر المقصة، إنبي. دي المباريات المتبقية للأهلي. طبعا الزمالك ماتش قوي، بيراميدز ماتش قوي، طبعا كل الماتشات ماتشات قوية، ولكن في ماتشات مع أقربة، يعني الزمالك، بيراميدز، المصري، يمكن دول أقوى ثلاث ماتشات من وجهة نظري. الإسماعيلي والإسماعيلي طبعا. بس الحالة الفنية بتاعت الفرق الأخ، يعني المصري بيمر بفترة انتعاشة مع كابتن إيهاب جلال، بيراميدز برضه ماتش صعب، الزمالك ماتش، يمكن دول أقوى ثلاث ماتشات من وجهة نظري. نيجي بقى الناحية التانية، الزمالك عنده ماتش الأهلي، ماتش موت، هيبقى ماتش مصيري، ماتش بيراميدز برضو ماتش صعب جدا، عنده ماتشين الإسماعيلي وماتش المصري وماتش سموحة مع كابتن حسام حسن اللي هو الماتش الجاي. فده ماتش الجاي معاهم سموحة برضو، سموحة خسران، خسران، وهيبقى ماتش ايه فيصل اذا كان كابتن حسام هيحصل مثلا لا قدر الله تغيير او حاجة لانه خسران ثلاث ماتشات، فهيبقى ماتش صعب جدا عندهم. عندهم كمان نكمل الماتشات، الاهلي، بيراميدز، سموحه، الاسماعيلي ماتشين، وادي دجله، حرس الحدود، حرس حدود انتاج داخليه جونه مصري، المصري. انا من وجهه نظري شايف ان الماتشات الصعبه عندهم سموحه الماتش الجاي مع كابتن حسام، ده هيبقى حياه او موت بالنسبه له، ماتش المصري طبعا ماتش صعب جدا، ماتش بيراميدز، ماتش الاهلي، يمكن الاربع اصعب اربع ماتشات، بعد كده الاسماعيلي. لكن الاسماعيلي بيمر بحاله عدم توازن في الفتره الاخيره، فيمكن ده يعني لو الاسماعيلي فاق صعوبه الماتشات هتزيد كمان مع الزمالك. لو الاسماعيلي فاق، لان هو عنده ماتشين مع الاسماعيلي مظبوط، فهتفرق جامد، خاصه الفرق نقطتين، يعني مجرد تعادل انت جبت الاهلي جاب ايه الزمالك، الزمالك. فعشان كده بالتالي انت شايف ان لسه بدري، لسه في 11 مباراه، ولسه انت ممكن تكسب الزمالك الماتش الجاي هيبقى برضه تنط، يعني تركب الجدول الدوري، فخلصت. فيعني لسه بدري قوي، وبعدين لسه في ماتشات صعبه، ماتشات صعبه جدا، يعني ماتش بيراميدز ده ماتش رخم، ماتش المصري ماتش رخم جدا. تمام، وبالتالي خلينا نشوف بقى ايه اللي متبقي. بس من الاهم المباريات. الاهم ان لازم نكون بنلعب على نفس، خلي بالك انت هتلعب في افريقيا. طبعا، والنهارده مسؤول سان داونز محلل الاداء بتاعهم كان موجود في المباراه بيحضر، فده فريق سان داونز فرقه رخمه على فكره. ماتش سان داونز هيبقى اصعب من ماتش الزمالك من وجهه نظري. سان داونز فرقه اتقل فنيا واقوى وعندها سرعات وعندها مدرب متمرس افريقيا، فمن وجهه نظري لازم نستعد بشكل كويس الاول. انا اكتر، انا شايف اكتر فرقتين استفادوا سان داونز وحسنية اغاديه بعد مباراه اليوم، بعد استهلكوا ان لعيبه الاهلي استهلكت بدنيا ولعيبه الزمالك هناك بقى. الله اعلم هيقدر يعمل تغيير بقى كتير في مش عارف يعني. عندنا في احتياط عندنا، لكن انت كمدير فني هتعمل التغييره دي ولا مش هتعملها؟ طبعًا. لو عملتها هتكسب بيها ولا مش هتكسب بيها؟ انت عندك لعيبه برضه خبره، يعني احمد فتحي ده هو لازم ياخد، حمدي فتحي ان شاء الله لما يرجع، ازارو نزل الشوط الثاني برضه هياخد. فمن عندك، عندك حسين الشحات ما لعبش، عندك جيرالدو ما بيلعبش في دوري ابطال افريقيا ممكن يلعب في الدوري. النادي الاهلي عنده حلول كتير، يعني النادي الاهلي بصراحه عنده دكه قويه قوي وعنده حلول كتير يقدر يعمل الروتيشن، عكس نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده لو فرجاني ساسي وقع او طارق حامد وقع وسط الملعب بتاعهم ضاع، يعني ما عندهمش دكه قويه بنفس اللي موجوده في النادي الاهلي. النهارده انت عندك واحد زي احمد فتحي احسن باك يمين في يمكن في مصر طبعا، يعني في على الفترات السنين الاخيره مثلا قاعد احتياطي. جيرالدو مثلا موجود، عندك ازارو اللي هو هداف الدوري السنه اللي فاتت موجود، عندك دكه كتير قوي. حسين يعني الشحات، حسين الشحات، يعني ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم في كل مكان، وليد سليمان ده لوحده حكايه. وليد سليمان السنه اللي فاتت موصلك لوحده نهائي دوري ابطال افريقيا. كريم نيدفيد لما يرجع، وبعدين وليد سليمان ده لوحده حل، يعني وليد سليمان ده يا رب يلحق ماتش سان داونز، حله حل في صانع الالعاب، حل في مركز الجناح. وليد سليمان ده لوحده يا ريت يا رب يرجع قبل ماتش سان داونز ان شاء الله. عموما نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه، وزي ما الدكتور احمد قال هي مباريات لسه بدري في الدوري، وان شاء الله بقى نلعب مباراه الاتحاد ونبتدي نركز على مباراه سان داونز في البطوله الافريقيه. انا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا وعلى الاحصاءات اللي دايما بتعملها. شكرا، وان شاء الله انت يعني بتعملها بايديك الاحصاءات دي عشان برضو الناس تفهم يعني. طبعا ان شاء الله يعني باذن الله نكسب الاتحاد ونخش بقى على سان داونز ونستعد كده ونرجع باذن الله اقوى يعني. ان شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق في المباريات القادمه للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا النهارده. هنطلع فاصل وبعدين بقى الفقره الاخيره في حلقه اليوم، القمه 117 اهلي وزمالك، وانتهت بالتعادل السلبي زي ما قلت لحضراتكم، وليبقى الوضع على ما هو عليه. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هستقبل كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيم.